السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، سنتحدث اليوم على مجيد بوغرا والأقاويل والأخبار التي تقول أنه تم تعيينه على رأس المنتخب الوطني المحلي. بسم الله على بركة الله نبدأ. لن ينكر أحد مشوار وحب مجيد بوغرا الماجيكو للمنتخب الوطني، ومن يقول عكس هذا فهو جاحد أو جاهل، لكن يخرجون علينا الآن وفي هذا الوقت بالذات بأخبار تقول أن مجيد بوغرا سيكون على رأسها الخضر أي المنتخب الوطني المحلي. لماذا الآن والكرة متوقفة؟ لماذا الآن في هذا الوقت بالذات والاتحادية في غليان؟ لماذا في هذا الوقت بالذات والشارع الكروي ينتظر بفارغ الصبر ذهاب كل هؤلاء الأزلام أي أزلام كرة القدم الفاسدة؟ نعرف جميعا أن مجيد بوغرا له من الكفاءة ما يخول له تدريب المنتخب الوطني المحلي، فهو مارس الكرة كلاعب دولي وكلاعب في مختلف الأندية والأوروبية، ولما اعتزل مباشرة توجه إلى التدريب وأخذ كل الإشادات الخاصة بالتدريب. فإذا كان هذا اقتراح جمال بالماضي فأهلا وسهلا، وإذا كان تحت رعاية الوزارة والسيد خالدي أهلا وسهلا، لأن كلاهما يحبان الخير للبلاد والشعب الجزائري من خلال المنتخب الوطني. أما إذا كان من الاتحادية فهناك علامات استفهام، هل هذا التعيين لكفاءة مجيد بوغرا؟ ولماذا لم يكن في السابق وأهدرنا كل هذا الوقت وكل هذا المال؟ فإذا يجب على الاتحادية أن تحاسب. لماذا الآن والنشاط الكروي متوقف خاصة المنافسة القارية؟ لماذا الآن بالذات؟ هل هو القشة التي تتمسك بها الاتحادية لإنقاذ نفسها؟ إن إذا كانت هذه الاتحادية ترى وتحب الخير للمنتخب الوطني، فوجب التعاقد مع كريم مطمور وكريم زياني والصايفي وبوزيد، كلهم كفاءات في مختلف الفئات الشبانية، ولا ننسى بالتأكيد عن تريحية، هنا ستسلم الكرة منهم وتبقى الإدارة والوزارة كفيلة بتغيير ذلك. على الدولة الجديدة الضرب من حديد لكي لا يهرب مثل هؤلاء أو تترك كل شيء على حاله. أما أن تترك كل شيء على حاله، أما إنقاذ الكرة أو تركها في الهاوية، الآن وجب أخذ القرار ووقف هذا المسلسل الذي لا فائدة منه. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.